نهض الأدب العربي بالفنون المختلفة، من بينها الشعر والكتابة العربية، ومن بينها أيضا الخط العربي. الخط العربي مشاهدينا تنوع في خطوط مختلفة كالخط الكوفي والديواني وغيرها الكثير، ويعد الخط العربي من أبرز الفنون التي لاقت اهتمام العصور المختلفة حتى في العصر الحالي. على الرغم من التطور التكنولوجي واختراع آلات الطباعة، إلا أن أهمية الخط العربي ما زالت تلقى عناية من الشعوب المختلفة. يحمل الخط العربي قيمة جمالية خاصة، فهو يعد فنا إسلاميا خالصا حيث أنه من صنع الدين. فحمل الخط العربي وظيفة تعبيرية عن مضمون العمل الفني، فأصبح الخط العربي عملا فنيا مستقلا. في سياق هذه الأدوار العظيمة واهتمام علماء الإسلام بخدمة هذا الفن، قام الشيخ السيد إبراهيم الخليل البخاري مؤسس جامعة معدن الثقافة الإسلامية بكيرلا، التي تعد إحدى كبرى الجامعات الإسلامية في الهند، قام بإقامة معرض للخط العربي في تلك الجامعة. نتابع تفاصيل عن هذا المعرض من خلال هذا التقرير.